دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباحكم أحلى صباح، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. إيش مازال على احتفالات الميزانة بعيد ميلادهم، وإيش مازالوا تتحسن وضعية كل الأبراج الهوائية كما الدلو والجوزاء، وإيش مازالوا تزرق شمسهم بالأخبار السعيدة. الأمور الحمد لله بدت تتحسن، هوني نحكيو مع كيفة الأبراج الفلكية. نجلة القباني تقول اللي الشهر اللي تعدى كانت فما مشاكل مع الأحباب مع الأصحاب، فما خلافات، اليوم الحمد لله نعيش انفراج. أمور بلشت تتحسن، يعني كان في كوكبين عم يتراجعوا، هن الزهرة في برج الأسد وقفت تراجع باشر التقدم طبعا في برج الأسد. الزهرة هو كوكب العلاقات الشخصية، أنا بعتبر الشهر الماضي كلنا اختلفنا مع الناس اللي حوالينا، زعلنا بكينا خبأملنا بأحد الأشخاص. يعني أنا بظن هاي الفترات أفضل بكتير، هي هاي الفترات لترميم علاقاتنا للمصالحة مع أشخاص نحن بنحبهم. تسمع يا حمل، راهو الكلام عليك، تتحسن الأوضاع حتى الثور، فما فرحة ما تنسيش إنه القمر المكتمل حاليا منور العذراء ترابي صديق، فما انفراجات بالجملة زادة ليك. إيه اللي جاوزي هو اللي مش مرتاح برشا هنهايرين شوية وقت وترتاح من كل المشاكل، والسرطان عنده الفلوس مكاسب مالية أحداث مهمة ومفاجأة مهنية. إيه الأسد مستقبله يبان واللي يستنى في خبير يخص سفرة مهنية، إن شاء الله فما جديد. وكان على مولود اليوم من برج العذراء، أنت الأكثر سعادة وحظ مع وجود القمر المكتمل والشمس في برجكم، وهذه توقعات الفلكية ماجي فرح لكافة مواليد برج العذراء. يلي بيميزك هالشهر هو السرعة بالتفكير رغم كل شيء، والسرعة باتخاذ القرار، والعمق بتحليل الأمور، والقدرة على التحرك بالسرعة المطلوبة. يمكن تحقق حلم قديم بيتعلق بعمل جديد بتفكر فيه أو مهنة على قياس طموحك. نتعدي ونحن للميزان، عنده أخبار سعيدة، عنده اتصالات زينة، والمستقبل يعدك برزق جديد. وكان باش نحكيو على الحب والاستقرار، عنا برج العقرب فما زواج على قريب. إيه القوس يوم جيد في حلول المشاكل المهنية، والجدي رد بالك لا تتهور في أخذ قرار تنجم تندم عليهم بعد. إيه الدلو راك تعيش الراحة، نحكيو على راحة نفسية الحمد لله يا ربي. ونختموا مع حوتنا فترة اتصالات تتغير الأحوال وتنجح في اتخاذ قرار. دقيقة حظ.